السلام عليكم خواتي، واش راكم؟ ان شاء الله تكونوا لاباس. مرحبا بكم على قناه اكرم صالحي من جديد. اليوم ان شاء الله نحكيو كيفاه نقدروا ننتجريو البطاقه الذهبيه وطريقه الدفع بالبطاقه الذهبيه في الموقع تاعنا. اولا ما تنساش لايك الفيديو واشتراك القناه وتفعل خاص الجرس. بلا ما نكثر الهضره نبداو في الفيديو. خواتي بنوضحوا فقط، هذا مجرد فيديو نظري ليس تطبيقي، لانه بكل صراحه شويه الامور معقده، حتى انا شخصيا ما نقدرش نضيفها، لانه يعني كما ذكرت الشروط هذه ما حاليا ماهيش مستوفات عندي. ولكن بلا ما نكثر الهضره خلينا نحكيو فيها. اول حاجه خاوتي، الشرط لازم يكون عندك دومين دوت دي زد، يعني تحجز دومين للموقع تاعك بوان دي زد. بتحجز هذا الدومين لازم تتعامل تقريبا كالعديد من المنصات اللي قدمها الخدمه، ولكن المركز الرسمي اللي هو ان اي سي، مركز النطاقات تاع دوت دي زد هنا في الجزائر. هذا باه تحصل على هذا الدومين لازم يقولوا يكون عندك سجل تجاري، يعني لازم يكون عندك سجل تجاري باه تحجز هذا الدومين من خلال هذه المنصه، يعني تخدم سجل تجاري وتروح تجيب بعض الوثائق وتتلاقى بهم شخصيا باه دير الطلب تاعك. بكل صراحه صعب مقارنه بحجز نطاقات مثل دوت كوم دوت نت، يعني الاحترافيه على مستوى الانترنت تتم فقط يعني في بضع دقائق تدفع وصايه، لكن حنا في الجزائر كما معروفين ديما نعقدوا في الامور. ثاني حاجه لازم تكون عندك هي الاس اس ال، لازم يكون الموقع محمي، وهذه سهله تقريبا، يعني اتش تي تي بي اس بدلا من اتش تي تي بي، فقط طبقه حمايه يعني تقريبا كالعديد من المنصات الذي او التي توفرها بشكل مجاني، او الاستضافات كذلك التي توفرها بشكل مجاني تقريبا على حسب ما يقال، والله اعلم مانيش متاكد، يقول لك لازم يكون السيرفر يكون في الجزائر. هذه المعلومه ماهيش مؤكده بشكل كلي، ولكن يعني ممكن يكون السيرفر يعني الهوستنج السيرفر لازم يكون في الجزائر. ثالث حاجه خاوتي يعني لازم تكون متوفره هي السجل التجاري كذلك بالتاكيد، يعني سواء في حجز نطاق دوت دي زد او الحصول على الاي بي اي اللي هو مفتاح بتضيفه للموقع تاعك، يعني لازم يكون عندك سجل تجاري بتحصل عليه. كذلك لازم يكون عندك حساب بنكي تجاري، يا اما في احد بنوك الجزائر او حتى بريد الجزائر، ليس الحساب العادي ولكن حساب تجاري كما ذكرت تحصل عليه. ومن هناك راح تقدر تحصل على الاي بي اي تاعك الخاص بالبطاقه الذهبيه، ثم بعد هما اللي راح دير عندهم الدوموند، يعني بعد ما توفر على هذه الشروط دير عندهم دوموند للحصول على الاي بي اي وتستنى ايام باه يريبونديو عليك. خلينا نشوفوا بعض التفاصيل من خلال شاشه الحاسوب. مرحبا بكم من جديد خاوتي. بريمير ما تنساش تشترك في القناه وتفعل خاصيه الجرس، وهذه الصفحه تاعنا في فيسبوك. راح نشوفوا التفاصيل من جديد. كما راكم تشوفوا شروط الحصول على دي زد بوست اي بي اي، قلنا دومين دوت دي زد، تشفير الموقع لازم يكون مدعم بشهاده اس اس ال، ولازم سجل تجاري، كذلك فتح حساب تجاري في بريد الجزائر او احد البنوك. سابقا كانت البنوك موحده بما يسمى سي بي او بريد الجزائر وحده، الان اثنين في مظله واحده. اخيرا مفتاح اي بي اي لاستخدامه يقدم لك من الجهه التي فتحت فيها حساب تجاري، مثلا لو فتحته في بريد الجزائر فانها هي التي تعطيه لك، اما لو طلبته من بنك فان البنك هو الذي يعطيه لك. هكذا نوضح بعض التفاصيل. كذلك هناك معاملات ورقيه يجب ان تملاها وتنتظر الرد، للاسف بعض البنوك او المكاتب بريد على حسب الاشخاص ربما لن يفهموك وسوف يردوك، لذا نصيحتي ان تتصلوا مباشره بالفرع الرئيسي، ديما حاولوا تروحوا للفرع الرئيسي لانه كما ذكرت مازلنا شويه رطار. هذه تجربه شخص اعرفه. الشركه المسؤوله عن خدمه الدفع الالكتروني هي ستيم دوت دي زد. بخاوتي الصفحه تاعي راح نخلي لكم رابطها اسفل هذا الفيديو، باه ديروا جيم اذا عجبتكم، وراح نطرقوا فيها ديما الجديد من الناحيه التقنيه. هنا خاوتي بنشوفوا بعض التفاصيل اخرى او الدفع. يا خاوتي نسيت ما ذكرتش هذه التفصيله اللي هي خاوتي الاشتراك السنوي في العام الاول 5 ملايين كما رانا نشوفوا هنا. العام الاول لازم تسلك 5 ملايين، بعد هذا العام راح تكون عندك يعني رسوم من 0 الى 1000 معامله راح تكون 0 دينار جزائري، فوق 1000 معامله سنويا راح تكون ب 10 ملايين او عفوا نعم 10 ملايين، هنا 50 مليون يعني على حسب عدد المعاملات كما راكم تشوفوا هنا، من 1000 الى 10000، هنا من 10000 الى 50000 وما الى ذلك، يعني راح تطبق عليك رسوم كما راكم تشوفوا. هذه منصة جديني كذلك فيها تفاصيل اخرى، راح نخلي لكم رابطها اسفل الفيديو، تعاونك باه تحصل على الاي بي اي، نخلي لكم رابطها اسفل الفيديو. هذا موقع يعني تقدر كذلك تحجز فيه نطاق، مش هذا انما هذا هو مركز اسماء نطاقات كما راكم تشوفوا. هذه الاستماره اللي يقول لك لازم تملاها، استماره تسجيل اسم النطاق تحت الامتداد دوت الجزائر او دوت دي زد، هذه تملا هذه الاستماره وتقدم لهم الطلب، يعني كما ذكر يعني كما ذكروا هنا كما قال لك لازم الاجتماع بين ممثلي مركز اسماء نطاقات والمسجل.
يعني تروح ليهم قبلهم هما فاس فاس كما نقولوا. هذه يا خالتي بعض التفاصيل اللي ذكرتها. تطبيقيا بكل صراحة صعب تطبيقيا، يعني لازمتني ندير سجل تجاري وما إلى ذلك به نقدر نوري لكم تطبيقيا، ولكن إذا قدرت إن شاء الله راح نوري لكم. هذا هو الفيديو، نلتقي في الحلقة القادمة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أي سؤال يمكنك طرحه في تعليق. دمتم في أمان الله وحفظه.